طيب والدها المتوفي الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مكانه الجنه والفردوس الاعلى ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا له بيضرب عماه بشوك السمك واتضح ان عماه ما بيكلمهمش وما بيكلمش امه طب اقول له ايه ما بيتكلمش امك والله العظيم هي باب الجنه والله رب السماء والارض امك دي باب الجنه هي اللي هتدخلك الجنه ده مش هتدخلك الجنة بس ده طول ما انت بترضيها في الدنيا طول ما الخير جاي طول ما البركة عماك طول ما الملائكة كده بتحوط عليك وبتبعد عنك أعدائك طب هنا الميت بيضربه بالشوك السمك ده دليل بيحسه بيقول عندك بيقول له خل عندك دم يا أخي روح كلم أمك في أيام مفترجة في أيام ربنا سبحانه وتعالى فاتح فيها ابواب الجنه وابواب الخير نخاصم امك اوعى حد يخاصم امه لانهم هم باب الجنه هم اللي هيدخلوهم الجنه ده هم اللي محوطون عليهم من الخير والبركه والامن والامان فهنا انظار شديد اللهجه من رب العالمين لان الميت ما يقدرش يجي يعمل حاجه الا باذن من الرحمن الرحيم الميت ما بيعرفش يعمل حاجه الا باذن من الرحمن لان الجسد انتهى التاكل الدود كالو التراب كالو فاضل الروح اللي بقية فربنا بيأمر الروح ان هي تروح لحد من المنامات ومنام زي ده ان هو يجي يضربه بالشوك بيحسه بيقول خلي بالك ايامك هتبقى كلها شوك هتتعب فربنا ينجيك ويهديك يا رب العالمين